مساكم الله بالخير. كثير منا شافوا مقطع فيديو لرجل يكرم ضيفه بأن يغير اسم ابنه. أنا حقيقة من اللي يشوفون أن التصرف ما له علاقة أبدا بالكرم اللي عرف عن العرب، وهو تصرف بغير ما يملك. يعني هو والد هذا الشاب يملك أن يسمي الشاب عند ولادته، لكن ما يملك إن يغير اسمه بعد كل هالسنين، بعد ما تعود عليه وألف الاسم وأصبح ملك له. هذا يخلينا نتطرق لموضوع مهم، وهو الكرم أصله وأسبابه وحدوده. أولا، الكرم هو من عادات العرب، وأتى الإسلام وجعله واجب. وسبب لجوء العرب للكرم، وسبب أيضا تعزيز الإسلام لهذا الكرم، هو حاجة المجتمع والظروف للكرم. لأن الضيف وعابر السبيل إذا ما لقى أحد يكرمه قد يهلك، وقد تنقطع سبل الناس وتتقطع الصلات بين الناس. إذن هذا سبب الكرم الأول. والسبب الثاني للكرم هو حب المكرم، يعني تحب شخص وتقدره فتكرمه. وللكرم آداب وحدود عامة، منها أنك ما توري المكرم أنك سويت فيه معروف أو شيء كبير، فضلا عن أنك تقول له أنك تستحق أكثر وقدرك أكبر، كأنك تتمنن عليه على شيء أنت أصلا ما سويته. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه ضيف ذات يوم فقال اذبحوا شات، ثم التفت إلى ضيفه عليه الصلاة والسلام وقال إن من عادتنا أن نذبح إذا زادت شياتنا عن 100. طبعا الشيات يذبح منها أكثر من 100 وأقل من 100 و100 أيضا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كذب، لكن أراد أن يكرم ضيفه معنويا وأخلاقيا بأن يقول له أن مالنا منا عليك، إحنا ذابحين ذابحين، عكس ما يفعل اليوم من تأكيد على أن هذه ذبيحة فلان وحياكم الله على ذبيحة فلان وهي أقل من قدره و حتى يندم الضيف أنه لبى الدعوة. يذل الضيف ذل على ذبيحة ذبحها، قد يكون الضيف أصلا مجبر على تلبية الدعوة. هذا مو كرم. الكرم حتى وإن كان على قل يجب أن يكون كريم نفس الكريم. إذا كان فعلا كريم يكون كريم نفس. جاء ضيف يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكرم هذا؟ فقال أحد الصحابة أنا، فخذاه ودى البيت. قال زوجته ايش عندنا؟ قالت والله ما عندنا غير طعام يعني عشاء عيالنا. قال نوميهم قبل العشاء وجهزي لنا العشاء. فجهزت العشاء وشبت الإسراج وقربوا الضيف على العشاء وكأنها تعدل الإسراج وأطفأته. فجلسوا مع الضيف في الظلام يوهمون أنهم يأكلون معاه حتى يشبع الضيف وهم ما أكلوا أصلا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم قال لأن الله ضحك من فعلكم هذا، فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل ضحك من فعلهم وأنزل فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة بسبب طعام بسيط، لكن الفعل اللي رافق هذا الطعام هو دليل الكرم وليس قدر الطعام. لذلك فإن الكرم هو كرم النفس مو كرم المال. رب ضيف فقير مسكين تجلس عنده تستانس وتشعر فعلا أنه كريم على قل، على الرغم أن الأكل يمكن قليل أو متواضع وكل صحن غير عن الثاني وحالة، بينما قد تدعى إلى قصر وتأكل منها الطعام ما لذ وطاب، لكن ما تشعر بكرم الضيافة مثل ما شعرتها عند الفقير. فالاختلاف هو اختلاف النفوس، كرم النفوس بين شخص وشخص. ورجل لا يقدر بذبيحة حتى يقال له يعني قدر فلان أو هذه أقل من قدرك، أنت قدرك حاشي، حتى الحاشي ما يقدر رجل بحاشي. ومن الكرم استشعار ما يحب الضيف وما يرتاح له، تقدم له اللي يحبه واللي يرتاح له. وهذه المناظر المستهجنة اللي قاعد نشوفها الأيام، كل واحد قاعد له على ذبيحة بروحه ولا ذابح لي جمل وما في أحد يأكل، بالنهاية يقطونه. ضيف إبراهيم عليه السلام كانوا قليل، 3 أو 4 قدم لهم عجل كامل، لكن بعد الوليمة هناك من يأكل هذا العجل. اليوم هذا الطعام يرمى بالقمامة
ما يلقى من يأكل للأسف. وهذا يتمثل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنع منها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يعني يمنع عنها الفقراء والمساكين مثل ما نشوف في أغلب الولائم، ويدعى إليها الشبعانين واللي يمكن عندهم أمراض ما يأكلون الدسم. وحقيقة القصد من الكلام أننا يجب أن نعرف القصد من الكرم، مو أن نتباهى بالكرم لأجل مظاهر مجتمعية. الناس أصبح عندها عادات أو مظاهر بعيدة عن الكرم اللي عرف عن العرب، وبعيدة عن أخلاق وقيم الإسلام. يا أخي طايحين بسالفة هاليومين، تهزل الفنجال يرد يصبلك، تهزل الفنجال يرد يصبلك، يعني بالله العرب ليش كانوا يهزون الفنجال؟ يعني ما أدري بمين هاي بهالسالفة. وأنا أكثر ما يضايقني ويزعجني لما أحل ضيف عند شخص أقول له يا أخي أبي أكل أكل بلدكم، أكل بيتكم، الأكل المتعارف عليه عندكم، يروح يذبح الذبيحة. أحيانا بعض الناس يظن أن يعني أنت تتواضع أو ما تبتكلف عليه. يا أخي والله نحب أكلكم، وإحنا نحب نذوق من يعني ثقافات الشعوب، ونحب نشوف شيء جديد علينا، شيء ما شفناه، شيء كنا نسمع فيه. أنا قاعد أقول هالكلام كمثال على أن مو بالضرورة تكون إذا أعطيتني كم كبير فأنت أكرمتني. أأكد مرة ثانية أن الكرم هو كرم النفس وليس كرم الكم. ولو أحاول أتذكر بحياتي أكثر الناس أكرموني، راح يطري على بالي فورا ناس فقراء على قل شعرت بكرمهم. من بدأت هالموضوع وقاعد توصلني رسائل كثيرة أن هذا اللي غير اسم ولده عنده قصة ولا ظروف وحب يرد الجميل. يا جماعة الكرم مو بهالطريقة. عنده قصة ولا ما عنده قصة، الكرم معلوم شرعا ومعلوم عرفا عند العرب وفي الدين، مو بهالطريقة يا جماعة. بعدين يا جماعة الكرم مثل ما قلنا الرسول عليه السلام بيّن لضيفة أن ما أكرمه، مو تروح تكرم واحد وتصوره وتنشر الفيديو.